Hai, selamat sore. Ketemu lagi dengan saya, Robby, di channel Bekas Pacarmu. Oke, kali ini saya akan mereaksi video reaksi orang Palestina bakar bendera di Indonesia. Apakah itu benar? Dengan imbalan 100 dolar Amerika. 100 dolar Amerika berapa ya? Saya nggak tahu. Oke, kita lihat dulu videonya ya. Oke, 1, 2, 3. وهي 100 دولار هذه 100 دولار مقابل انك انت تحرق العالم الاندونيسي انك انت تحرق العالم الاندونيسي ممكن تديني 100 دولار تفضل الان أوه. انا مستعد احرق ال 100 دولار الامريكي وما احرقش عالم دوله اسلاميه ما احرقش عالم دوله اسلاميه ولا بسبتايدنيا كوتا غازا Kota tua Gaza. Wih, ada pasar-pasarnya. الشعب الفلسطيني حبا كبيرا لدولة اندونيسيا فهو على يقين بحجم التعاطف والدعم الرسمي والشعبي للقضية الفلسطينية. هيا لنرى pasarnya kayak di kita ya. اندونيسيا للشعب الفلسطيني. شو اكبر مستشفى موجود في شمال قطاع غزة ومين اللي انشأ ودعمه؟ والله اكبر مستشفى موجود في قطاع غزة هو المستشفى الاندونيسي. هذا العلم علم دولة ايش؟ دولة اندونيسيا اكيد. اذا ممكن تمسك لنا العلم؟ كأنه فاميليار بانت يا. اول شيء رياض هذه قد ايش؟ بندرة اندونيسيا في فلسطين. وهي 100 دولار، هذه 100 دولار مقابل انك انت تحرق العالم الاندونيسي، انك انت تحرق العالم الاندونيسي. ممكن تديني 100 دولار؟ تفضل. الان انا مستعد احرق ال 100 دولار الامريكي وما احرقش عالم دولة اسلامية. بابا ini memilih membakar uang yang 100 dolar ketimbang membakar bendera Indonesia. Daulah Islamia di bin Hulwin atau Daulah Islamia. Bukan. Kayak katanya Indonesia sama Palestina itu saudara hampir kayak saudara kembar itu ya. Hatta fi'id istiqlal. Dikasihkan lagi. Terjah. العلم هذا رح نحطه بجانب العلم الفلسطيني عشان نقول فلسطين واندونيسيا هما إسلامية واحدة. بارك الله فيك. الآن في عيد استقلال اندونيسيا 75، شو بتتمنى لاندونيسيا؟ الرخاء، الاستقرار، فنتمنى للشعب الاندونيسي الخير والرفاهية. تفضل. نسألك، تعرف معلومات عن أكبر دولة إسلامية في عدد مسلمين؟ اندونيسيا رابع دولة في العالم. ما تعرفوا يا عدد السكان الموجود في اندونيسيا. الآن نفرجيك علم، تعرف إن علم دولة إيش؟ اندونيسيا. هذا علم دولة اندونيسيا. صحيح. امسك هذا العلم. بدنا نعطيك أول شيء قداحة. تفضل. ومقابل 100 دولار تحرق لنا العلم الإندونيسي. والله لو تجيبوا كنوز الدنيا، دولة إسلامية قلبا وقالبا مع الشعب الفلسطيني. يعني مش صح اللي أنت كمان بتسوينا تعمل لقانا أحرق علم دولة إسلامية. مش صح اللي أنت كمان بتسوينا تعمل لقانا أحرق علم دولة إسلامية. بارك الله فيك. كان اختبار نشوف مدى تعاطف الشعب الفلسطيني مع الشعب الإندونيسي. الشعب الإندونيسي كان تحت احتلال كما هو الشعب الفلسطيني تحت احتلال في ذكرى استقلالهم 75. شو بتتمنى لدولة إندونيسيا؟ ان شاء الله بيظهروا وبنعموا بالامان اكثر واكثر لقدام ان شاء الله. سلامات. الان اندونيسيا كانت واقعه تحت الاحتلال، بتعرفي كم يعني متى تحررت من هذا الاحتلال؟ والله تقريبا يعني امتى تحررت انا ما بعرف، بس هي كان في عندها يعني استعمار عدد من المستعمرين وهي كافحت وناضلت لحد ما تحررت. واحنا كشعب فلسطيني احنا بنوقف مع الشعوب اللي بتسعى لانها تتحرر من الاستعمار باي نوع من انواع الاستعمار، لانه احنا شعب فلسطيني مجربين وان شاء الله بنتحرر كمان زيهم. الان هذا علم دوله، بتعرف علم دوله ايش؟ علم اندونيسيا. علم اندونيسيا، بنحيي علم اندونيسيا وان شاء الله بنعلقه على اسوار القدس مع علم فلسطين. ان شاء الله بنعلقه على اسوار القدس مع علم فلسطين. طيب
طب خالتي اول شيء هي في ايدك الداحه وبنديكي مقابل انك تحرقي العلم الاندونيسي للدم. لا مش ممكن. بس علم واحد انا بحرقه هو علم اسرائيل. بس علم واحد انا بحرقه هو علم اسرائيل. ولو بس اقول $6 دولار يا عمي احرق هذا العلم. هذه دوله مسلمه كيف انا احرق علمها؟ الان في عيد استقلالهم 75 شو بتتمني الان؟ نقول لهم بنبارك لهم استقلالهم وان شاء الله بيكون عندهم تطور بيكون في عندهم لا دائما للأفضل يعيشوا بحياة أفضل وبرفاهية وإن شاء الله كل الدول تتحرر وخاصة أكبر مستشفى في شمال قطاع غزة إيش اسم هذا المستشفى؟ مستشفى الأندونيسي في شمال القطاع. تعرف ليش تسمى ليش سموه بالمستشفى الأندونيسي؟ عشان دولة أندونيسيا هي اللي دعمته. أها الدعم الأندونيسي لقطاع غزة وقف عند المستشفى الأندونيسي ولا تعرف إنهم يعني في لهم دعم آخر؟ طبعا لهم دعم آخر قدموا مساعدات طبعا اللي هو للأيتام طبعا ومساعدات خيرية للشعب الفلسطيني. طب نسألكم عن علم علم أي دولة هذا؟ علم أندونيسيا. بتوثقي الإجابة؟ طبعا أكيد بوافقها. طيب هي علم إليك؟ $5 وهي علم إلها؟ الآن هي قدها معاكم وهي مقابل إنكم تحرقوا العلم هندي $100 إلكم بتقبلي تحرق هذا؟ ليش؟ أندونيسيا دولة مسلمة. أندونيسيا دولة مسلمة ليش نحرق علم؟ ودعمت غزة ليش نحرق؟ طبعا لا لانه اندونيسيا طبعا دوله مسلمه ودعمت فلسطين وساعدتهم وقدمت لهم كثير اشياء طبعا للشعب الفلسطيني بالذات اللي هو ساعدوا قدمت مساعدات خيريه واشياء ثانيه والمستشفى الاندونيسي هنا عنا في لهم وبنحب يعني نقدم لهم كل الشكر لهم على جهودهم معنا. شو بتتمنى لاندونيسيا من الشعب الفلسطيني؟ طبعا بتمنى لها بردك الخير وطبعا بتمنى لها ان شاء الله تتطور اكثر يبعد عنها من الامراض يبعد عنها من الاعداء ويبعد عنها كورونا والاشياء هذه. سلامات سجوة تشيدا فلسطين. بنسألك أكبر مستشفى موجود في شمال قطاع غزة تبع أندونيسيا اللي عملته للشعب الفلسطيني. عملته أندونيسيا للشعب الفلسطيني. نعم. طيب الآن هذا العلم تعرف علم دولة مين؟ علم دولة أندونيسيا الشقيقة للشعب الفلسطيني. الآن لو أديناك هذا وأديناك معاه هذا المية دولار وقلنا لك مقابل إنك تأخذ هذا المية دولار احرق العلم الأندونيسي. احرق العلم الأندونيسي. ما أعرف وضرب ضربات. يعني في ظل هذا الوضع الاقتصادي الصعب يعني بتكون المية دولار إشي مناسب لإنسان مقابل إنه يعمل هيك. دولة صديقة أغلى من المية دولار وأغلى من مليون دولار. تجينا نقرأ صعبات itu lebih berharga daripada $100. Ulan lebih mahal dari. طب الآن أندونيسيا لها 75 سنة محررة من الاحتلال في عيد الاستقلال الأندونيسي شو توصل رسالة لأندونيسيا وشو بتتمنى؟ بتمنى من الله يوفقهم ويزيدهم دائما يقفوا مع الشعوب المظلومة كشعب الفلسطيني. سلامات hari ulang tahun Republik Indonesia ke-75 Palestina cinta Indonesia. أمنيات الشعب الفلسطيني لدولة أندونيسيا ولشعبها أن تنعم بالحرية والسلام والازدهار أبد الدهر. Oke, pemirsa, saya terharu banget ya. Soalnya ini sangat saya jadi terharu melihat ini. Indonesia sama Palestina itu jauh banget. Gak tahu berapa ratus ribu kilo. Tapi alhamdulillah mungkin atas kerjasama terus lagi yang saya tahu itu Indonesia suka bantu-bantu tentang rumah sakit lah, terus sembako, inilah itulah. Apalagi ini channel Bang Onim ini yang saya tahu itu yang suka ngasih-ngasih paket makanan ke pengungsian-pengungsian yang ada di Palestina. Di antaranya ATC, aksi cepat tanggap kalau nggak salah ya. Kalau salah mohon dikoreksi. Terus lagi ada lain-lain yang mungkin perwakilan dari Indonesia untuk membantu Palestina. Saya terharu banget. Terima kasih teman-teman sudah menonton reaksi saya yang seadanya. Kedepannya saya akan mereaksi video yang lain. Jangan lupa subscribe di Bekas Pacarmu channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.